نحن كبلدية طبعا نفتخر لعدة خدمات، من بينها اللي تو حاليا الراهنة جدا اللي هي عملية استكمال محطة التحلية بزلطن. فحاولنا الكثير يعني نحاول نزيد نطلب من الهيئة العامة للمياه باستكمال المشروع في أقرب فرصة، لأن زلطن تحتاج إلى أو في أشد الحاجة إلى مياه شرب. نحن كبلدية حدودية أيضا نحتاج إلى مستشفى حوادث، عندنا في موافقة بإنشاء مستشفى حوادث عام بسعة 60 سرير، وحاليا في طور الإجراءات يعني إن شاء الله يكون وزارة الصحة تجيب لنا زي ما كان في السابق. وكذلك مستشفى زلطن القروي اللي هو بين قوسين اللي هو الولادة، يعني يجب المفروض يكون فيه اهتمام خاص لهذه البلدية. إنارة شوارع صفر، البنية التحتية في زلطن صفر، فطبعا حتى الطرق الداخلية اللي كانت تم إنشائها في السبعينات تهالكت نعما من وزارة الإسكان والمرافق اللي هي تخص البنية التحتية أو المخططات العامة، أن تتم بهذا سواء من رصف الشوارع أو إنارة الشوارع أيضا. وإحنا على استعداد للتعاون، ونامل من كل شخص أن نشدد بين بعضنا كبلدية، ولا بدنا نخدم خدمات لهذه البلدية للأصلح. طبعا القسم نشأ في 2015، يعاني القسم من عدة احتياجات يعني يحتاج إليها القسم من تصليح وأيضا تصليح السيارات للإطفاء، وأيضا احتياجات القسم مثل الإمكانيات والبدل وأيضا البدلة العسكرية، وأيضا نحتاج إلى سيارة خدمية لقسم زلطن، ونحتاج أيضا إلى سيارة إسعاف لهذا القسم. طبعا بلدية زلطن بلدية حدودية، ونحتاج أيضا إلى سيارة تدخل سريع لاحتياجات للمنطقة. طبعا تعاني المدينة من سيارة تدخل سريع، وأكيد يعني نظرا لرقع ومساحة مدينة زلطن من أيضا فيها حتى يعني محلات تجارية وأيضا غابات، غابة في مدينة زلطن تقع غرب البلدية زلطن. وطبعا هذه كل الاحتياجات نوصلها للمسؤول داخل هيئة السلامة الوطنية. احتياجات هي احتياجات هذا القسم، قسم هيئة السلامة الوطنية زلطن، وكذا يعني نحتاج حتى إلى رجال يعني أمن يعني داخل القسم، نظرا لنقص الكوادر الفنية والخدمية لا يعاني منها هذا القسم، قسم هيئة السلامة الوطنية زلطن.